قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقبل أن نفسي مع الفعل التزي من وقاية وليس قد نضي، وليتني فشا وليتي نبرا، ومع لعل كسوكم مخيرا، في الباقيات واضطرارا خففا، مني وعني بعض ما قد سلف، وفي لدني لدني قل، وفي قبني وقبني الحذف أيضا قليلا. قرأت نعم أشرحناها؟ أشرحناها. قال: وقبل أن نفسي مع الفعل التزي من وقاية، الفعل لا يكسر ويا المتكلم لا تسبقها إلا كسرة، ماذا نعمل لما اتصل نتيب من الوقاية؟ أشبه ما تكون بمحول الكهرباء، وقاية تقف فيها الكسرة، وقيل غير ذلك، وقيل إن ذلك القول أرجح، ولكن قل هذا لأنه أسهل. تقول: يكرمني، حد الفعل الميم لم تكسر، ياء المتكلم سبقتها الكسرة وضعت على النون، واضح؟ كذلك تقول: اكرمني، وكرمني، وقبل يفعل نفسي مع فعل يا المتكلم مع الفعل التزمت العرب ونون وقاية، وليس قد نظم. ليس اصلا الفارسي رحمه الله تعالى يرى ان ليس حرف، قال: ليس حرف مثل ما، لا فرق بينهما. وحجته قال: اين مصدرها؟ ثم خالفت أوزان الأفعال الثلاثية، الفعل الثلاثي فعل فعل فعل، ليس رد عليهم، قالوا: ليس مخفف ليس، بنو تميم إذا قالوا علم يقولون علم، فهي مخفف ليس، واضح؟ ثم لا حجة لك، عندنا ما أكرم زيدا، يجمع البصريون على أن أكرم فعل ولا مصدر لها، ودي على أنها فعل اتصال تاء الفاعل وتاء الساكنة بها، تقول لست وتقول ليست، واضح؟ إذن ليس قاسم عفه ليس كمنية عددت قومي كعادي الطيسي كثيرون جدا إذ ذهب القوم الكرام ليس أظهر. إذن اتصلت ياء المتكلم بالفعل ولن تلحقن الوقاية، هذا لا يقاس عليه. وليتني فشاء، إن وأخواتها تشبه الأفعال كما كنا نشرح قبل قليل، ولذلك اتصلت ياء المتكلم تلحقن الوقاية على تفصيل ليت كثير، يا ليتني كنت معهم، يا ليتني كنت تابع، لم تأتي في القرآن إلا مقرونة بنون الوقاية، وجاءت في غير القرآن، قال: كمنية جابر الذي قال ليتي أصادفه وأتيه جل مالي، ولعل بعكسها، لعل بعكسها، تقول لعلي، وفي القرآن الكريم: لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، واضح؟ ومع ذلك جاءت في الشعر، قال: قلتها عيراني القدومة لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجدي، وكم مخيرات لعل، لماذا؟ لماذا لم تلحقن الوقاية؟ أولا بعض العرب يقول لا لا لعن لعن، إذا اتصلت بها الوقاية يكثر الثقل لعنني، وبعض العرب يقول لغن رأي، واضح؟ إذا لم تلحقن الوقاية. ثم لعل تشبه الحرف لأن ما بعدها يتعلق بما قبلها، والحرف لا تلحقن الوقاية، لا تقول مررت بني، واضح؟ وما لعل أكسب، وكن مخيرات الباقيات، وهي إن وأن وكأن ولكن، كما تري، قال: إني عبد الله، لم تحقها، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، واضطرار من وعن، الأصل في حروف الجر أن لا تلحقها نون الوقاية، يتصرف بها المتكلم، ما عدا عن ومن تحقها، كيف عرفنا؟ من تشديدها، تقول: أخذت الكتاب مني وخرجت عني، واسمع في الشعر ضرورة، أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني، بسقوطها أنا قولي، وابتلان خفاء مني وعني بعض المنقصة، وفي لدني، لدن اسم يلازم الإضافة، فإن أضيف الياء المتكلم فالأكثر أن تحققون الوقاية، وكقراءة أكثر قراء قد بلغت من لدني عذراء، وربما أسقطت كقراءة ورش رحمه الله تعالى، إمامنا ورش يقول: قد بلغت من لدني عذراء، وفي لدني لدني قل، وفي قدني وقطني، قدني معناه كافيني، اسم فعل أمر معناه كافيني، وقطني مثله، فإن لمحت فيه الفعلية قلت قدني وقطني، وإن لمحت فيه الاسمية تقول قدي وقطي، واجتمعت يقول الشاعر: قدني من نصير خبيبين قدي، ليس الإمام بالشحيح الملحدي، حتى يضع الرحمن فيها قدمه تقول قطي قطي أو قطني قطني، واضح؟ بقية الأسماء لا تلحقها الوقاية، تقول هذا كتابي ولا تقول كتابني، الحروف لا تلحق على الوقاية، تقول كتاب لي ولا تقول لي.